كلمات، أرقام، صور، فيديوهات، روابط، تعليقات وحتى تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي. هيدي كلها بيانات من خلالها ممكن إنتاج قصة مشوقة وعميقة. أنا سارة حطيت، صحفية ومدربة في مجال الإعلام. رح نتابع بهيدا الفيديو الخطوات الأساسية لإنتاج قصة مدفوعة بالبيانات. السؤال الأول اللي ممكن نطرحه على أنفسنا عند دخول عالم البيانات هو: هل ممكن إيجاد بيانات لكل قصة منشتغل عليها؟ جواب هو نعم، في حال عدم توفر البيانات ممكن أن نجمعها بأنفسنا. ممكن أيضاً أن القصة المدفوعة بالبيانات تاخد شكلين: الشكل الأول من بيانات إلى قصة. مثلاً وثائق بنما هي قائمة على تسريب مجموعة من البيانات ومن خلالها تم إنتاج العديد من التحقيقات الاستقصائية حول العالم. الشكل الثاني من الفكرة إلى البيانات. مثلاً مجموعة صحفيين من USA Today تمكنوا من إنشاء قاعدة بيانات جمعت مليون مشروع قانون جديد ليتم اكتشاف أنه هذه القوانين هي معدة من قبل شركات موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. للبدء بصحافة البيانات هناك خمس مراحل يجب اتباعها، وهي العثور على البيانات، تحقق من البيانات، تنظيف البيانات، تحليلها، تصميم ورواية القصة. هذه المراحل الخمسة تعرف بخط أنابيب البيانات وهي أساس العمل في صحافة البيانات. بالمرحلة الأولى بتتعلق بالعثور على البيانات، ممكن اللجوء للمؤسسات الحكومية المحلية وأيضاً للمواقع الإلكترونية التابعة لها، أو اللجوء للمواقع الإلكترونية للمنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية أو قاعدة البيانات بالبنك الدولي يلي بتتيح لنا العديد من المعلومات والبيانات يلي ممكن نحتاجها بالقصة صحفية. وممكن أيضاً العثور على البيانات من خلال أرشيف الوسائل الإعلامية والمحلية أو من خلال العودة إلى منصات التواصل الاجتماعي يلي بتضم قاعدة بيانات ضخمة كتويتر وفيسبوك وإنستغرام وغيرها، أو نحن ممكن نلجأ لأستطلاعات الرأي باستخدام جوجل فورم. لنفرض أنه نحن بدنا ننتج قصة مدفوعة بالبيانات تتعلق بكوفيد 19. الخطوة الأولى بتبلش بجمع البيانات المتوفرة على الإنترنت مثلاً، بس هناك رمز محدد ممكن استخدامه على محرك البحث جوجل بيوفر الملفات بحاجة إلى على شكل إكسل. مثلاً بكتب رمز file type XLS COVID-19. جميع المعلومات المتواجدة لدينا مثل ما شايفين بتظهر على شكل ملف إكسل، بس تضغط عليها ما بيفتح تبويب جديد بل بتم تنزيل الملف مباشرة على الحاسوب. إذا في عنا جداول قائمة بحد ذاتها داخل روابط أو مواقع معينة، كيف ممكن أنا أتعامل معه؟ هذا الجدول على موقع UN Data بيتعلق بكوفيد 19 وعدد الأسرة الموجودة بعدد البلدان وحسب عدد السكان. أنا بروح على جوجل شيت، بغير العنوان، من ثم بأدخل رمز محدد يلي هو إيجال إمبورت HTML، بفتح القوس. مثل ما ملاحظين إنه مكتوب URL أي الرابط، بعود إلى البيانات، بنسخ الرابط وبضيفه على الجوجل شيت، برجع بضيف مزدوجين، أرفع الرابط، من ثم الفاصلة، من ثم فتح مزدوجين، وأكتب جدول. ومن المهم عند نقل الرابط أو كتابة كلمة جدول ما يعني شكل البيانات يلي أنا بدي أنقلها، من الضروري أنه أنا أضع مزدوجين لحدد المعطى يلي بيقرأ جوجل شيت، من ثم بضع فاصلة وأكتب رقم واحد، وهون أنا بتوقع شو هو الرقم الجدول. مثل ما شايفين ما ظهر عندي جدول مطلوب، هذا بيعني أنه الرقم غير صحيح، فبعيد العملية وبغير رقم الجدول من رقم واحد إلى رقم اثنين، وهلأ ظهر الجدول أصبح موجود لدي، برجع بلش بعملية تنظيف البيانات. مثل ما ملاحظين نحن بدلنا رقم الجدول من رقم واحد رقم اثنين، والسبب أنه ممكن الشخص يلي حمل البيانات على الموقع الأساسي وضعها ضمن قيم محددة كانت القيمة رقم اثنين. قبل تنظيف المادة يلي بحوزتنا يجب أنه نحن نطرح أسئلة أساسية على أنفسنا عند قراءة البيانات. هل مصدر البيانات موثوق؟ المصدر المعتمد هون هو الأمم المتحدة، ومبدئياً هذا المصدر موثوق والمواد والبيانات الموجودة فيه رسمية، ولكن أحياناً نحن بنحصل على بيانات غير موثوقة أو مصدرها غير معروف. من المهم التأكد من صحتها ليكون عنا موضوعية بالأرقام المتوفرة. لندخل بعملية تنظيف البيانات، الجدول المستخدم حالياً رح نضيف عليه بعض التعديلات لنبدأ مرحلة التنظيف. مثل ما عم نلاحظ بهذا الجدول وجود قيمتين بالعمود الأول، من الصعب لتنظيف البيانات إدخال قيمتين بعمود واحد لتحليل البيانات، لهيك من الضروري فصلهم أو تقسيمهم عن بعض. فأول خطوة هي اترك خانتين فارغتين أمام العمود الأول لأن لدينا قيمتين، كل قيمة يجب أن تكون على عمود منفصل. كيف بتم ذلك؟ بضغط على البي 2، برجع إيجال سبلت، بحاول فصلهم
برجع بضيف قوس وبضغط على المربع A2 وبرجع بضيف فاصلة وأفتح قوسين. مثل ما عم بتلاحظوا الفاصلة هي الرمز يلي بيفصل القيمتين الموجودين عن بعض، فهيك برجع بضيف فاصلة بعدها مزدوجين وبغلق الخانة بقوس. مثل ما ملاحظين أصبح البلد في عمود والسنة في عمود آخر. لكي أنسخ القيم الموجودة بضغط على طرف الخانة وبلاحظ أنه هنا عنا إشارة زائد، بضغط عليها كبستين تنسخ عندي القيم لكل السنوات والبلدان. برجع بضغط على البي والسي وبنسخ المواد copy وبضيفها copy and paste values only، وهيك أنا بزيد ارتباطهم بالمعيار الأول، صاروا هن غير مرتبطين، ممكن أنا أحذف العمود الموجود أو الخانة الأولى. بهذا الشكل أصبحت البيانات موجودة مبدئياً نظيفة. وهلأ ننتقل لبعض الترتيبات اللي ممكن نحن أيضاً تساعدنا بمرحلة تنظيف البيانات. مثل ما عم بعمل قراءة سريعة للبيانات بلاحظ وجود سنة 201، ولكن 201 وجودها غير سليم بالبيانات. برجع للمصدر الأساسي لأتأكد، ووجدت مدينة بنين موجودة ب2010، فبرجع على الجدول الأساسي وبقوم بتعديلها. بمرحلة التنظيف أيضاً في عنا هيدا اللوجو أو هيدا الرمز يلي هو اسمه الفلتر، ممكن اللجوء إلى الفلتر لتسهيل عملية التنظيف. بضغط على السهم، بهذه الطريقة أنا بكون عم شغل وظيفة الفلتر. خاصية الفلتر بضغط على الخانة الخضراء يلي جانب المربع مثلاً البلدين، ممكن أنا أمحي جميع البلدين، يعني ما بتظهر عندي جميع البلدين، فقط أريد أن أرى البيانات المتعلقة بأفغانستان. منلاحظ أنه بأفغانستان البلد مكرر، هذا بيؤدي إلى قراءة غير سليمة للبيانات، وما يمكن فعله مثلاً هو حذف الخانة المكررة لأن هي ما بتأثر على البيانات الموجودة عندي. وهيك أيضاً كمان إحنا بنكون عم ننظف البيانات الموجودة، بعيد جميع البيانات أو برجع جميع البيانات وبرجع بزيل خاصية الفلتر. هذه هي بعض الأدوات اللي احنا بنستخدمها لمرحلة لعملية التنظيف. ولكن بعملية التحليل في عنا بعض الأسئلة اللي احنا ممكن نطرحها أنفسنا، في بعض الأساليب ممكن نتبعها تسهلنا هذه العملية. نرجع للأدوات التحليل، في عنا الفلتر بيعطينا بعض الأجوبة لأسئلة محددة في عملية التحليل. برجع بعيد تشغيل الفلتر، مثلاً أنا بدي أعرف البلدان اللي هي بتمتلك أكثر عدد من الأسرة، بضغط على طرف الخانة، برتب البيانات حسب الأسرة من الأكثر إلى الأقل. بقدر أعرف إنه البلد الأول هو بيلاروسيا مع 112 سرير، ونجد إنه بنغلاديش بتحتل المرتبة الأخيرة. ولكن كمان يجب نحن ننتبه إنه هناك بعض الاختلاف بالسنوات، وهذا الشيء معقول يأثر عنا على عملية التحليل، لازم نحن ناخده بعين الاعتبار. وإذا نحن بدنا نرجع أيضاً ونستخدم الفلتر أو نبحث مثلاً عن مين لدي أكثر من 25 سرير، بروح على الفاليو، برجع بضغط على فلتر باي كونديشن greater than or equal to، وبضع أو بضيف رقم 25. هون أنا حصرت فقط البلدان اللي بتمتلك أكثر من 25 سرير، ممكن أيضاً تحديد السنة ب2010. ظهر عنا بلجيكا والأرجنتين. هذه هي المراحل الأربعة اللي ممكن أي صحفي يحتاجها لدخول عالم البيانات. أما المرحلة الخامسة والأخيرة اللي بتتعلق بتصميم ورواية القصة رح نتابعها بالفيديوهات اللاحقة.